أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. اليوم رح نحكي عن فيلم اسمه فريند ريكويست، بس قبل ما نبدأ بتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وإذا عجبكم الفيلم لا تنسوني من اللايك. بيبدأ الفيلم ببنت اسمها لورا، ويلي بتكون مهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي وكتير نشيطة عليها، وبتكون بتنشر كل تفاصيل حياتها على صفحتها، وعندها أكثر من 800 رفيق ومرتبطة بشاب اسمه تايلر. وبيوم بتكون قاعدة هي ورفيقتها بالبيت، وبيجيها طلب صداقة من بنت اسمها مارينا، ويلي بتكون زميلتها بالصف، وهي بنت غامضة وغريبة الأطوار. ولما بتفتح لورا حساب البنت وبتصير تتصفحه، بتلاقي إنه ما عندها ولا صديق، وبتلاقي إنها بتنشر صور وفيديوهات مخيفة وغريبة. بس لورا ما حبت تزعلها، فبتقبل طلب الصداقة وبتنبسط مارينا كتير، وبصيروا رفقات وبيطلعوا سوا. وبعدها بتلاقي لورا إنه مارينا صارت مهووسة فيها وبتعلق لها على كل صورها، ولورا بيكون معجبة الوضع، وبيقولوا لها رفقاتها إنه تنهي علاقتها معها. وبتقلهم لورا إنه المشكلة إنها عزمتها على عيد ميلادها، فبيقولوا لها إنه تكذب عليها وتقلها إنه حيحتفلوا بس هي وحبيبها. وبالفعل هادي اللي بتعمله لورا، وبتتضايق مارينا من هالشي. وبعدين بتصير حفلة عيد ميلاد لورا، وبتنسى لورا إنها كذبت على مارينا، وبتنشر صور إلها ولرفقاتها بعيد ميلادها. ولما شافتهم مارينا تضايقت كتير، وتاني يوم بتتخانق معها. وبالليل بتتصل فيها مارينا، بس لورا ما بترد عليها وبتقيمها من قائمة الأصدقاء تبعها. وهي رايحة لورا لتنام بتشوف مراية نفسي اللي كانت بفيديو من فيديوهات مارينا، ولما بتطلع عليها بتشوف كأنه في واحد عم يتحرك جواتها، وفجأة بيطلع شبح وراها. بس لما رفيقتها بتجي وبتشغل الضوء بيرجع شكل المراية طبيعي. وتاني يوم بالمحاضرة بيخبرهم الأستاذ إنه الطالبة مارينا انتحرت، فبتنصدم لورا كتير لما بتسمع هالشي. وبتعرف لورا من رفيقها إنه الشرطة ما لقوا أي معلومة عنها، وكأنها كانت شخص وهمي. وبالليل بتصل رسالة للورا من مارينا، ولما بتفتحها بتكون فيديو لمارينا وهي عم تحرق لها صورتها وبعدها انتحرت. فبتخاف لورا كتير وبتنادي لتايلر يلي بيحاول يحذف الفيديو، بس كل محاولاته بتفشل وما بيقدر يحذفه. وتاني يوم لما بتروح لورا على الجامعة بتعرف إنه الفيديو انتشر على صفحتها، ورجعت مارينا ضمن قائمة أصدقائها. فبتحاول تحذف الفيديو بس ما بينحذف، وبتحاول تحذف حسابها كله بس كمان ما بتقدر. فبتروح لورا لعند رفيقها كوبي مشان يقدر يساعدها، بس ما بتستفاد شي. وبالليل منشوف واحد من رفقاتها قاعد بغرفته، وفجأة بيسمع صوت، ولما بيطلع ليشوف شو هالصوت بيلاقي إنه كل زملائه بالسكن اختفوا، وهو عم يتفقد الغرف وبيطلع له أشخاص بشكل مرعب كتير. فبيركض وبيطلع على المصعد، وأول ما يتسكر باب المصعد بتنقطع الكهرباء وبيعلق جواته، وفجأة بيطلع له شبح وبيهجم عليه وبيقتله. وبعدها منشوف لورا متسطحة، وفجأة بتصلها رسالة من مارينا، ولما بتفتح حسابها الشخصي بتلاقي فيديو لرفيقهم يلي انقتل بالمصعد منشور على حسابها. فبتحاول تحذفه بس ما بتقدر، وبيعصبوا منها الكل وبيصيروا رفقاتها يقلوا. فبتروح لورا لعند رفيقها كوبي مرة تانية، وهنيك بتعرف إنه مارينا ضافت رفيقهم يلي انتحر قبل ليلة واحدة من وفاته. وبيكتشفوا إنه المصعد يلي مات فيه رفيقهم كان فيه صوت دبابير قوي، ولما بيبحثوا بصفحة مارينا بيلاقوا فيها صور كتير لدبابير سودا، وبيعرفوا إنه الموضوع مرتبط بالشر، وإنه هدول الدبابير بيظهروا بالمكان يلي بيعيشوا فيه الساحرات. بعدين بيروحوا على غرفة مارينا وبصيروا يبحثوا فيها، وبيلاقوا صورة إلها قدام مدرسة وهي بالصف الابتدائي. ولما بتروح لورا على نفس المدرسة يلي بالصورة، بتعرف إنه مارينا تم الاعتداء عليها من قبل تلميذتين، وصارت بعدها معزولة تماما، وصار اهتمامها الوحيد شاشة الكمبيوتر السوداء، وكانت تقعد فترات طويلة وهي عم تطلع على حالها قدام الشاشة. وبهذا الوقت كان كوبي عم يتعمق بالبحث عنها لحد ما بيكتشف شيء، وفجأة بتصير كل الأجهزة بالغرفة تشعل وتطفي، والأضوية كمان، لحد ما بيفوت عامل النظافة وبيرجع كل شيء طبيعي، وبيلاقي كوبي مرعوب كتير. وبنفس الوقت بيكون تايلور عم يتصفح حسابه الشخصي، بس فجأة بيحس بوجع بإذنه وكأنه علقان فيها شيء، فبيجيب ملقط وبيطلع دبور كبير من إذنه. وبعدها منشوف لورا عم تبحث أكثر عن الطفلين يلي اعتدوا على مارينا، وبتكتشف إنه وجدوا مقتولين عن طاحونة ساندي، وإنه وجوههم مشوهة بدبابير سودا. فبتخبر تايلور بالموضوع وبتطلب منه إنه يوصلها لسجلها الطبي. بعدين منشوف رفيقة لورا وهي عم تتحمم، وفجأة بتسمع صوت من برا، فبتطلع لتشوف شو هالصوت بس ما بتلاقي شي. ولما بتفتح حسابها بتلاقي إنه مارينا صارت ضمن أصدقائها. وبنفس الوقت بتنقتل رفيقتهم يلي كانت بالمشفى، وانتشر الفيديو بحساب لورا. فبترجع بتلتقي لورا مع كوبي وبيقلها إنه الموضوع مو مجرد انتحار، وإنما نوع من الطقوس. وبيكتشف إنه مارينا استخدمت طريقة المراية السوداء، وهي طريقة للسحر تم استخدامها لآلاف السنين، وكانوا الساحرات ينتحروا قدام المراية مشان يصيروا روح شريرة ويبلشوا بالانتقام. والطريقة الوحيدة لهزيمتهم هي إنه يلاقوا المراية يلي استخدمتها مارينا وانتحرت قدامها، وهي الكمبيوتر الخاص تبعها.
بعد اكتشف تايلور انه البيت اللي ساكنه فيه عيلة مارينا في شخص حرقوه وانحرقت امها كمان، ومارينا كانت لسه ببطن امها، قدروا الدكاترة انه ينقذوها. بعدين بينتبهوا انه انتشرت صورة لرفيقتهم على حساب مارينا، وبنفس الوقت منشوف رفيقتهم بالبيت وبتسمع صوت جرس الباب، ولما بتطلع من فتحة الباب بيهجم عليها اعداد هائلة من الدبابير السود، وبيطلع شبح من وراها. وبعدين منشوف تايلر ولورا وبيكونوا رايحين بسرعة لبيت رفيقتهم مشان ينقذوها، وفجأة بتوقع رفيقتهم على السيارة فبياخدوها على المشفى وبتكون بحالة خطرة. وبيروحوا لورا وكوبي على البيت اللي انحرقت فيه امها لمارينا، وبهذا الوقت رفيقتهم يلي بالمشفى بتقتل حالة. وبنرجع للورا وكوبي، وأول ما بيفوتوا على البيت يلي بيكون عبارة عن خرابة، تصل رسالة على موبايل كوبي، فبيخاف كتير وبيزت الموبايل من إيده، وفجأة بيشوف وحدة لابسة أسود عم تطلع من المراية، وفجأة بيلاقي لورا قدامه وبتقله إنه ما لقت المراية السوداء، فبيقلها إنه لازم يدوروا بالأبو. ولما بينزلوا على الأبو بيطعن كوبي لورا بالسكين، لأنه بيكون عارف إنه الروح الشريرة عم تحاول تخلي لورا بلا رفقات، وإنه إذا قتلها حيقدر ينجو. بس لورا بتقدر تهرب منه وبتصير تركض بالغابة لحد ما صارت بعيدة عنه، وفجأة بتشوف أبراج بعيدة وحست حالها أنه بتعرفها. ولما بتفتح موبايلها لتتفقده بتلاقي أنه هدول نفس الأبراج يلي بالطاحونه يلي نوجدوا فيها الطفلين يلي اعتدوا على مارينا مقتولين، فبتاخد تاكسي وبتروح على الأبراج. وبنفس الوقت بيلتقي تايلور بكوبي وبتخانق معه وبيسأله عن مكان لورا. بعدين بتتصل فيه لورا وبتعطيه العنوان مشان يلحقها، بس ما بتخبره عن يلي عمله كوبي. بعدين بتصل على المكان، وأول ما بتفوت بتتصل فيها أمها وبتقلها أنه في شي مرعب صار معها وأنها شافت هديك البنت، وبعدين بيتغير شكلها وبتمسك سكين وبتقوم. وبهي اللحظة بيصل تايلر، ولما بيشوف الجرح بيسألها شو يلي صار. فجأة بيطلع كوبي من وراه وبيقتله، وبصير يلحق لورا لحد ما وصلت على مدخل معتم ومسكر. وبآخر لحظة بتهجم على كوبي الدبابير وبتقتله، وفجأة بيطلع للورا شبح الطفلين المقتولين، فبتصير تصرخ وتقلن شو بدكن. وبعدها بتطلع لروح مارينا الصغيرة وبتقلها إنه بدها بس إنها تكون رفيقتها، وبتفوت من فتحة بالحيط. فبتلحقها لورا وبتلاقي الكمبيوتر اللي انتحرت مارينا قدامه. وفجأة بتنتقل لورا على مكان مرعب وبتلاقي حالة قدام مراية سودا، وأول ما بتندار بيهجم عليها الشبح. وبالأخير بترجع لورا على الجامعة بس بنفس الشكل الغامض والمرعب يلي كانت عليه مارينا من قبل. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.